حاجات كتيرة من ضمنهم الصابون. عملنا الصابون يعني واستفدت يعني احنا كنا يعني نعمل الأكل ونرمي الزيت اللي يزيد وده غلط يعني بدل ما احنا نرميه اتعلمنا ازاي نستفاد منه عملنا بيه صابون وبصراحة عملنا في البيت كمان طبقناه في البيت عملناه وطلع كويس خالص يعني. حلوة بتغسل حلو وبعدين استفدنا كتير يعني بدل ما احنا كنا بنرميه دلوقتي بغسل بيه غسيل العيال الاساور والحمد لله كويسة كنت بستفيد يعني ايه برميه دلوقتي الحمد لله مش بشتري بعمل في البيت بغسل غسيل العيال وبغسل فيه مواعين.